تضم النسخة الثانية من الصالوني في معرضها الثابت 60 مشروع من جميع أنحاء الوطن، تخص مختلف المجالات مثل تكنولوجيا الإعلام والاتصال، الصناعة الغذائية، الكفاءة في استخدام الطاقة. المعرض هذا رسالة موجهة مباشرة إلى المتعاملين الاقتصاديين لكي ينظروا بأم أعينهم كفاءات موجودة داخل مراكز التكوين المهني في الجزائر من أجل مرافقتها وأخذها بعين الاعتبار.